إذن أنباء عديدة وصلت سواء من كسب أو من قرية سمرة في ريف اللاذقية، ما هي الأخبار لديك وما صحة الأنباء؟ الأخير الأخبار، لا تزال الاشتباكات في محيط بلدة كسب بين كتائب النظام مدعومة بعناصر من حزب الله، إضافة إلى مقتزفة روس وإيرانيين. وكتائب الجيش الحر والمعارض المسلحة تتصدى لاقتحام مدينة كسب. طبعا النظام سيطر على قرية السمرة وقمة تشالمة وقرية النبعين، تلك القرى محيطة ببلدة كسب ولها أهمية استراتيجية مما شكل أفضلية كبيرة يعني لقوات النظام النظام سيطر بالتحديد بالفعل أبو ضمن الحسن مدينة على كسب. قرية السمرة وبعض المناطق المحيطة في ببلدة كسب. طبعا هو سيطر على هذه المناطق المحيطة ببلدة كسب، لكن لم يفرض سيطرته بشكل كامل على المنطقة أو على بلدة كسب. طبعا خلال الساعات القادمة سوف تتغير أشياء كثيرة حسب مجريات المعركة، لكن الأفضلية بشكل كبير للنظام في هذه المعركة نتيجة لنقص المعدات والذخيرة، إضافة إلى عدم التنسيق بين الفصائل الجيش الحر والمعارض المسلحة ونقص الذخيرة ونقص الأسلحة الحديثة، إضافة إلى قصف عنيف جدا، يعني قصف عنيف وهستيري على بلدة كسب ومحيطها من راجمات الصواريخ واستخدام القنابل العنقودية وغارات الطيران الحربي على محيط المنطقة. يعني أبو الحسن، هل هذا يعد سببا وتعليلا لتراجع قوات الجيش الحر، سببا مقنعا بالأحرى لتراجع قوات الجيش الحر في هذه المناطق ورجحان الكفة لصالح النظام؟ طبعا السبب الأساسي يعني هو عدم التنسيق وعدم عدم وجود التنسيق، نعم. ذخيرة وسلاح حديث متوفر لدى كتائب المعارض المسلحة، لكن بالحقيقة والأهم هي النظام دفع بقوة عسكرية كبيرة جدا من قبله، إضافة إلى استخدام المرتزقة الأجانب ومقاتلي حزب الله، ويعني وتقدمه بالمنطقة الاستراتيجية، يعني سيطرته على قمم عسكرية مهمة مثل قمة شانمو والنبعين، يعني شكل أفضلية كبيرة له في هذه المعركة. لا ننسى أن هذه المعركة بقيت لأكثر من شهرين، يعني معركة استنزاف حقيقية خاضها كتائب الجيش الحر والمعارض المسلحة. يعني أنت تتحدث عن معارضة مسلحة كتائب من الجيش الحر في حرب استنزاف ضد جيش نظامي مدعوم بمئات من عناصر حزب الله والمرتزقة. نعم أبو حسن أو أبو الحسن الناطق باسم شبكة شمال الإخبارية، كنت معي من ريف اللاذقية، أشكرك جزيل الشكر.